أيها الأخوة والشباب، وأنتم في ديار الكفر، أن تحرصوا على إنجاز مهمتكم لتفارقوا هذه البلاد إلى بلاد الإسلام، لأن البقاء في بلاد الكفر بدون ضرورة يخشى على الإنسان منه، والله تعالى مقلب القلوب. ولكن أبعد عن الشر تسلم منه. قد يقول الإنسان أنا مؤمن ولن أتأثر، لكن مع الممارسة يتأثر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه. قال: فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى ينسلخ من الإيمان. تقول: أنا مؤمن ولن يضرني أحد، لأن القلوب بيد الله والمخالطة لها تأثير. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالثبات على دينه، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما حكم الهجرة إلى بلد الكفر في قصد الرزق وبعد ذلك طال الوقت والخوف من الضياع؟ مش عارف أخي تصدقي هذا السؤال. وبعد ذلك طال الوقت، الأخ جاء لطلب الرزق ثم طال وقته هنا وهو يخشى الضياع، فما حكم ذلك؟ أرى أن يرجع إلى بلد الإسلام، ولا يجوز أن يبقى في بلد الكفر ما دام يخاف على نفسه. وليقرأ الآيات والأحاديث في تحذير بقاء الإنسان في بلد الكفر إلا لضرورة، وطلب الرزق حاصل سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام. نعم. تكمل أيضا هذا السؤال حضرتك، ولكننا نرى أن تواجد المسلمين في الغرب هو بمثابة نشر دعوة الله سبحانه وتعالى، والمسلم الحق هو مثال القرآن يدب على الأرض، أعمالهم وأفعالهم تصبح صورة من الصور الفعالة في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واليوم يصل المسلمون في أمريكا عددا حوالي 5 مليون مسلم، فهل تواجد المسلمين في هدف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتواجد أو إيجاد ثقل للدعوة الإسلامية، هل ذلك يمكن أن هو يعني؟ هذا غير السؤال الأول. الأول إنما أراد الدنيا وهو طلب الرزق، أما هذا فأراد الدعوة إلى الله عز وجل، وما دام يجد قبولا وتشجيعا للمسلمين فلتكن نيته الدعوة إلى الله عز وجل. يمكن لفضيلتكم أن يجمع بين الاثنين، بين طلب الرزق وكذلك دعوة إلى سبحانه وتعالى؟ أنا أخشى أن يغلب طلب الرزق، والإنسان على نفسه بصيرة، إذا عرف أنه إنما جلس للدعوة إلى الله ووجد من نفسه حرصا على ذلك ونشاطا فيها في الدعوة إلى الله فلا حرج. كقول الله عز وجل في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي رزقا. وأما إذا رأى من نفسه أنه يغلب جانب الرزق فإنه يجب عليه أن يغادر.